الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يا تانية ثانوي حبايبي وإخواتي، يا رب تكونوا بخير. النهاردة ورشة حل على العالم رازرفورد. حضرتك بنتكلم في حوالي 30 سؤال فيما فوق على رازرفورد. هنبدأ نظبطه من كتر الأسئلة والحل الكتير. رازرفورد يثبت. افتح لي كتابك صفحة 29، امسك لي ورقة وقلم، كشكولك بتاع الملاحظات، أهم حاجة أهم من الحل إنك تسجل ملحوظة اللي خلتك تحل عشان نجمع مفاتيح لحل الأسئلة. أبدأ على طول بالسؤال الأولاني وأقول اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الصعب يا ربي إذا شئت سهلا. نبدأ وبالله تعالى التوفيق. السؤال الأول بيقول لك انحراف جسيمات ألفا في تجربة رازرفورد. طبعا أنت كده كده عارف إن تجربة جسيمات ألفا دي مالها موجبة الشحنة. جسيمات ألفا موجبة. أوضح لأول مرة أنه يوجد بالذرة نواة، ما هو رازرفورد هو بتاع النواة. جميل. اتنين، وضع العالم نقط أول نموذج لتركيب الذرة على أساس تجريبي، كلمة على أساس تجربة، ده العالم رازرفورد. وأول من وضع نظرية لتركيب الذرة وسيسكوت، ده العالم دالتون، إلا ما قالك إن الذرة مسمارة. تلاتة، افترض العالم نقط أن كتلة إلكترون صغيرة جدا إذا ما قرنت بالنواة، كلمة النواة يبقى رازرفورد. أربعة، ما اسم هذه التجربة؟ أدي مصدر لأشعة ألفا، وأدي شريحة رقيقة من الذهب معمولة، أدي بي معمولة بالشكل ده، والسي معمول كده، والإي معمولة كده. أدي الإي وأدي السي وأدي البي. حضرتك دلوقتي بيقول لك ما اسم هذه التجربة؟ اكتب تعتبر اسمها تجربة رازرفورد. ومن الذي أجراها؟ اتنين علماء، جيجر ومارسدن، دول التي أجروا تجربة رازرفورد بناء على اقتراحات وأبحاثه. ب، ما الدور الذي تقوم به مادة كبريتيد الخرسين؟ اكتب بتسبب وميض عند سقوط أشعة ألفا عليها، لأن أشعة ألفا غير مرئية، فبالتالي إيه اللي هيعرفني إن أشعة ألفا راحت وسقطت على هذا المكان؟ اعرف على طول ان اشعه كبريتيد الخرسين تسبب وميض، يبقى اشعه الفا واقعه في الحته دي. بص هعملها لك بطريقه جميله جدا، بص كده معايا. لو انا جيت قلت لك انا دهنت الحته دي بجزء دهنتها بكبريتيد الخرسين اهو، انا كده دهنتها بكبريتيد الايه؟ الخرسين. المهم سقطت اشعه الفا على جزء معين، هتلاقي حضرتك ان الحته دي نورت وعملت نور. جيت عند الحته دي قامت منوره عملت نور. يبقى لو انا جبت اشعه الفا وسقطت على ماده كبريتيد الخرسين تسبب وميض عند سقوط اشعه الفا عليها. وضح المشاهدات والاستنتاجات المقابله لها في التجربه مستعينا بالاشعه A وB وC. اروح للرسم. الـ A نفذا، الـ B ارتدا، وC انحرفا. يبقى هاجي كده واقول له ان الـ A ماله؟ نفذ اهو. البي فين؟ البي ارتد اهو. السي انحرف، ادي السي انحرف. حضرتك مبروك، لو السؤال ده عليه درجتين انت جبت واحد من اتنين. واحد يقول لي ليه يا مستر ما كملتش بقيه الاجابه، بقيه السؤال؟ بيقول لك وضح المشاهده والاستنتاج. الطالب طالع من لجنه عمل المشاهدات وما عملش الاستنتاج، احلى قفا مستني حضرتك. هتقول له نفذ ليه؟ استنتج ايه؟ ان الذره معظمها فراغ، واكتبها. ارتدت ليه؟ ان الذره بها جسم ذو جسيم ذو كثافه عاليه، اطلق عليه النواه. انحرف ليه؟ استنتج ان النواه موجبه الشحنه. 30 صفحه 30، بل الذي امكن استنتاجه من، تستنتج ايه؟ نفاذ معظم أشعة ألفا عند سقوط على صفيحة رقيقة جدا من الذهب. أستنتج إيه إنها نفذت؟ أكتب أن الذرة معظمها فراغ. معظمها فراغ، حلو الكلام. يبقى أستنتج أن الذرة معظمها فراغ. السؤال اللي بعده بيقول لك بيه، انحراف مسار بعض أشعة ألفا عند سقوط على صفيحة رقيقة من الذهب. انحرفت ليه أشعة ألفا؟ لأن النواة موجبة الإيه؟ الشحنة. موجبة الشحنة. طيب ستة،
الشكل المقابل يوضح تجربة رذرفورد. أي من الجسيمات A و B و C سوف يظهر أثره في نفس الموضع الذي ظهر فيه قبل وضع صفيحة الدهن؟ الجملة دي معناها بيقول لك مين اللي مشي على خط مستقيم؟ أختار اللي خبط الـ A اللي خبط في النواة؟ لا. أختار اللي قريبة منها؟ لا. أختار اللي هي بعيدة عنها؟ أيوة أي. يبقى أروح أقول له الإجابة B. يبقى دي هتظهر كده، لو أنا شلت الجزء اللي في النص هتظهر هنا، طب حطيته هتظهر برضو هنا. طيب ليه مع تفسير اجابتي؟ هتقولوا لان الاشعه الفا لما تكون قريبه من النواه فانها تنحرف، ولما تكون بعيده عن النواه تمر، ولما تكون مواجهه للنواه ترتد. سؤال بعد، الأشكال التالية تعبر عن تصور كل من دالتون وتومسون ورذرفورد بدون ترتيب. لنموذج الزرق انسب لكل تصور الشكل الذي يعبر عنه مع تفسير ايه؟ إجابتك. طيب أول حاجة دي مصمتة، مصمتة بدون جسيمات، يبقى العالم دالتون. جميل. حضرتك عندي نواة، عندي نواة في النص هي مكتوب لك نواة، يبقى دي العالم رذرفورد مع تفسير اجابتي انها تحتوي على النواه اللي اكتشفها رذرفورد. دي حضرتك الذره بيها الكترونات وشحنات موجبه، دي العالم تومسون لما قال لك ان الذره مصمته بها جسيمات موجبه، بها شحنات موجبه والالكترونات السالبه. بيقول لك ايه؟ اكتب ما يفسر الاستنتاجات التاليه من خلال تجربه رذرفورد ومشاهداته. ماشي. معظم الذره فراغ وليست كرة مصمتة، ايه الحاجات اللي تثبت المعلومة؟ هتقولي المعظم ذرة فراغ لسبب اهو، نفاذ معظم اشعة الفا. يبقى اذا انا من الملحوظة دي فعلا معظم الذرة فراغ وليست كرة مصمتة، يعني بيها فيها فراغ ادى الى نفاذ معظم الاشعة. ب، ما يفسر الاستنتاج، يوجد بالذرة جزء كثافته كبيرة ويشغل حيز صغيرا جدا. ايه اللي استنتجته ان الذرة بيها جزء كثافته كبيرة؟ هتقول له الاستنتاج اللي خلاني اقول كده بسبب ارتداد اشعة الفا، فده دليل على ان طالما جزء من اشعة الفا ارتد، اقول له كده بسبب ارتداد جزء من أشعة ألفا عند مواجهة النواة فأدى إلى الارتداد. ج، لابد أن تكون شحنة الجزء الكثيف في الذرة والتي تتركز فيه معظم كتلتها مشابهة لشحن جسيمات ألفا. أستنتج إيه؟ حضرتك هو ليه بيقول لك ليه لازم شحنة الجسم اللي هو جوه اللي هو النواة؟ بيقول لك لازم يبقى نفس شحنة ألفا. أيوه فعلا، ليه؟ علشان لما أشعة ألفا قربت من النواة انحرفت، فده دليل على ان النواة موجبة زي اشعة الفا الموجبة. يبقى تقول له بسبب انحراف جزء من اشعة الفا عندما اقترب من النواة. حلو الكلام. 9، بيقول لك نموذج رذرفورد هو أفضل نموذج ذري حتى الآن؟ لا، لأن هو لم يبين ويوضح طريقة دوران الإلكترون حول النواة أو مستويات الطاقة. هل افترض أن المسافة بين النواة وبين المدارات محدودة جدا ولا اكتشف النواة؟ اكتشف النواة طبعا. أوضحت تجربة رذرفورد لأول مرة أن الذرة يوجد بها نواة. أوضحت تجربة رذرفورد لأول مرة أن الذرة يوجد بها أو إن الذرة عاملة إزاي؟ غير قابلة للإنقسام، مصمتة ولا معظمها فراغ؟ معظمها فراغ. 12، مرور معظم جسيمات ألفا في تجربة رذرفورد، طالما مرت جسيمات ألفا ده دليل على إن الذرة معظمها إيه؟ فراغ. 32، صفحة 32، إجمد يا بطل، جمع أفكار على قد ما تقدر، دي على رذرفورد بس. انحراف نسبة ضئيلة من جسيمات ألفا عن مسارها، إيه اللي يثبت الانحراف؟ الانحراف أن النواة موجبة. فين النواة؟ أهي.
طب يا مستر ليه ما كتبتش ان الذره معظمها فراغ؟ الذره معظمها فراغ لما اشعه الفا مرت في خط مستقيم. طب كتله الذره مركزه في النواه بسبب الارتداد، هو قال لك انحراف يبقى النواه موجبه. ارتداد نسبه ضئيله جدا من جسيمات الفا. ليه ارتدت؟ بسبب ان عندي جسيم عالي الكثافه في مركز الذره اللي هي بسبب النواه. 15. ليه لا يسقط الالكترون في النواه؟ طبعا قلنا بسبب وجود قوتان متساويتان في المقدار عكس بعض في الاتجاه. اوضحها لك. صل على النبي الاول عليه الصلاه والسلام. بص يا حبيب قلبي، دلوقتي انت عندك هنا نواه، ماشي؟ النواه دي المفروض ان هي موجبه الشحنه اهو، خلاص، وبيدور حواليها الالكترونات السالبه اهو بتدور. اولا انا عندي هنا قوه جذب، دي قوه جذب. الجذب ما بين مين ومين؟ ما بين النواه والالكترون، قوه جذب. وعندي قوه تنافر ما بين الالكترون والالكترون، فبيحصل قوه طرد، بيحصل قوه طرد. والقوتان متساويتان في المقدار عكس بعض في الاتجاه، فيظل الالكترون يدور في مداره ولا بيقرب ولا بيبعد. يبقى بسبب تعادل قوه الطرد المركزي مع قوه الجذب المركزيه اللي هي الاجابه د. 16. اثبتت التجربه التي اجراها جيجر ومارسدن كل مما ياتي ما عدا، طبعا اثبتوا ان مركز الذره ذو كثافه مرتفعه اللي هي النواه، وان الذره معقده التركيب زي المجموعه الشمسيه، وان يا ترى توجد نواه في مركز الذره شحنتها موجبه. طبعا هل يا ترى استنتاجهم اثبت ان الذره عباره عن كره متجانسه من الشحنات الموجبه والسالبه؟ لا، ده دي تبع العالم تومسون، هو اللي قال كده. 17. يبقى الاجابه بتاعتي ج، ان ده بيقول لك ما عدا، كل ده اثبتوه ما عدا. 17. يتمثل قصور نموذج رذرفورد، قصور رذرفورد في ايه؟ في عدم تحديد موضع النواه؟ لا. عدم اثبات ان الذره متعادله؟ لا. عدم توضيح النظام الذي تدور فيه الالكترونات؟ ايوه، وهي دي الاجابه، ما وضحش ازاي الالكترونات بتدور. 33. من الخصائص الاتيه ينطبق على كل من اشعه المهبط واشعه الفا، اشعه المهبط ملاء سالبه الشحن، واشعه الفا موجبه الشحن. هل كل منهما مشحون بشحنه موجبه؟ لا. هل كل منهما مشحون بشحنه سالبه؟ برضه لا. هل لهما نفس الكتله؟ اكيد لا. ولا بيتاثروا الاثنين بالمجال؟ يتاثر كل منهما بالمجال الكهربي. 19. اي مما ياتي لا ينحرف عند مروره في مجال كهربي؟ الذي لا ينحرف هو المتعادل، اللي هو ولا موجب ولا سالب. البروتونات موجبه، الالكترونات سالبه، الجسيمات الفا موجبه، النيترونات متعادله. يبقى الاجابه بتاعتي ج التي لا تنحرف. 20. احد الفروض التاليه يعبر عن نموذج رذرفورد ولا يعبر عن نموذج تومسون، ماشي؟ الذره كره متجانسه من الشحنات الموجبه، دي بتاعه تومسون، انا عاوز اللي بتميز رذرفورد. الذره بيها شحنات سالبه تكفي لجعلها متعادله. الذره بيها نواه، تعال لي يا نواه، ايوه اهو. طول ما النواه موجوده هي دي اللي بتميز رذرفورد، ما هو تومسون قال لك ان الذره متعادله. يبقى اللي يميز رذرفورد ان اجيب في اجابتي النواه. 21. اتفق تومسون ورذرفورد، اتفقوا في ايه؟ اتفقوا ان الذره متعادله. ايوه، الذره متعادله. تومسون ذره متعادله ورذرفورد الذره متعادله. ركز. تومسون قالك ان الذره مصمطه، رذرفورد قالك انها معظمها فراغ. طب تومسون ودالتون، تومسون قال مصمطه ودالتون قال مصمطه. بس تومسون قال انها مصمطه بالشحنات الموجبه والسالبه، دالتون قال لك انها مصمطه بدون جسيمات. يبقى اذا اتفق تومسون ورذرفورد في ان الشحنات الموجبه هتساوي الالكترونات السالبه. 22. يختلف رذرفورد عن تومسون في ايه؟ قلت لك ان رذرفورد وتومسون، رذرفورد في ان الذره معظمها فراغ.
يا ترى ان الذره ليست مصمته؟ اكيد، لان تومسون قال انها مصمته ورذرفورد قال لك انها فراغ مش مصمته. 23. دوران وتحرك عجله رقيقه اذا وضعت في مسار اشعه المهبط. حضرتك معنى ان العجله اتحركت لما انا سلطت اشعه المهبط عليها، ده معناها ان العجله اتحركت ليه؟ مش ده معناه ان اشعه المهبط جسيمات ماديه اثرت على العجله فاتحركت؟ يبقى الدوران ده دليل على ان اشعه المهبط لها كتله وتسير في خط مستقيم، لها كتله فبتاثر على العجله وحركتها. 24. قام العالم نقط اشكال اسئله مختلفه اللي بيها بتهدم رذرفورد وتخلص منه، وزي ما قلنا والله الفكره في الحل ليه كتير. قام العالم نقط بوضع اول نظريه ذريه، بينما قام العالم نقط بوضع اول نظريه على اساس تجريبي. احنا اتفقنا ان على اساس تجربه العالم رذرفورد، يبقى ده وده. اللي اول من وضع نظريه ذريه ده كان العالم دالتون، يعني الاجابه جيم. 25. اثبتت تجربه رذرفورد المعمليه، اثبتت تجربه رذرفورد المعمليه ايه؟ اثبتت ان الذره مكونه من بروتونات ونيترونات والكترونات، اثبتت ان الالكترونات جسيمات موجبه، اثبتت ان الالكترونات جسيمات سالبه، وان البروتونات غير موزعه بشكل منتظم. صلي على النبي عليه الصلاه والسلام، صلي تاني عليه الصلاه والسلام، ركز لي. اولا تجربه رذرفورد ما اثبتتش ان الالكترون موجب، ولا اثبتت ان الالكترون سالب. اللي اثبت ان الالكترون موجود وسالب كان تومسون مش رذرفورد. معايا ألف ودال. تجربة رذرفورد حصل النفاذ لأشعة ألفا، وحصل انحراف ارتداد لجزء، وحصل انحراف لجزء. مش ده دليل على إن النواة البروتونات جوه النواة مش متوزعة بشكل منتظم؟ يعني هي خلطبيطة البروتونات الموجبة كلها اتمركزت جوه النواة وبشكل غير منتظم، فأدى إن الممكن اللي يقرب منها يجي كده، وفي اللي يجي كده، وفي اللي يجي كده، يبقى الزوايا متغيره. يبقى التجربه المعمليه ان البروتونات غير موزعه بشكل منتظم فين؟ في الذره، اللي هي الاجابه الف. 26. تجربه صفيحه الذهب التي اجريت في معمل رذرفورد. بلها. اكدت نظريه تومسون؟ لا، لان تومسون قال لك ان الذره مصمت. هل تعتبر اساس نظريه ذره دالتون؟ دالتون قال ان الذره مصمت. أدت إلى اكتشاف نواة الذرة؟ كلام أكيد. وطبعا ما استخدمش بيتا، استخدم ألفا. 27. بعد إجراء تجربة رذرفورد باستخدام رقيقة الذهب وجسيمات ألفا، تم استنتاج كل مما يأتي ما عدا، ما عدا إيه؟ أولا استنتجنا صغر حجم نواة الذرة. نواة الذرة صغيرة. وإن شعلة النواة، أيوة استنتجناها. واني في الكترونات، اكيد في الكترونات عشان متعدده. هل حضرتك تجربه رذرفورد عرفتنا الكتل الذريه للعناصر؟ لا. يبقى تم استنتاج كل مما ياتي ما عدا جيم. 28. فشل النموذج الذري لرذرفورد، فشل النموذج الذري لرذرفورد ليه؟ طبعا رذرفورد فشل بسبب حته الالكترونات، لم يعرفنا طبيعه حركه الالكترون، اللي هي الاجابه بتاعتي الف. 29. عند سقوط حزمة رفيعة من جسيمات ألفا على صفيحة رقيقة جدا من الذهب، أهو، فإن الاتجاه النهائي المعظمة، كلمة معظمة يعني الأكثر، أكيد هيبقى عامل إيه؟ إيه؟ المعظمة نفذ يعني إيه؟ أهو. طب اللي ارتد؟ مفيش اللي ارتد هنا على الرسم، إذن انحرف، بس عاوز أقول لك إن الأشعة النافذة أكتر من مجموع اللي انحرف واللي ارتد، نفذ كتير جدا. 30. والنهاية. الشكل المقابل يمثل إحدى التجارب الشهيرة في تاريخ العلم. ما الذي لم يمكن استنتاجه في هذه التجربة؟ أولاً دي تجربة رذرفورد. استنتج إيه؟ إيه اللي ما قدرش يستنتجه؟ أولاً استنتج إن الذرة ليست مصمتة. استنتج ده. وأن الذرة تحتوي على منطقة موجبة الشحنة اللي هي النواة. وأن الجزء الكثيف من الذرة
يشغل حي صغير جدا اللي هي النواه موجوده بتاعت الذره ايه والنواه ايه. يحتمل وجود الالكترونات في السحابه الالكترونيه المحيطه بالنواه. هل الالكترونات وسحابه الكترونيه وطبيعه حركه الالكترون والحاجات بتاعت الالكترونات هل رذرفورد قدر يستنتجها او يثبتها او حتى يعرفنا عليها؟ لا. يبقى يمكن استنتاج كل ده من الذي لم يمكن استنتاجه اللي هي الاجابه د، يحتمل وجود الالكترون في مكان معين. العالم بور، باذنك يا رب باذنك يا رب، حصه شرح تنسيك العالم بور ده، تحس ان انت في حته ثانيه بالفيديوهات العلميه اللي انت متعود عليها، ونظبطها ونحل عليها كميه كبيره. جايب لك كميه اسئله على العالم بور، الوضع الامتحان في كل محافظه او مدرسه او اداره بيعشقوا العالم بور. اجهز يا بطل تسجيل ملاحظاتك، افتش عليها. ربنا يا رب يوفقكم واشوفكم على خير حبايبي. صلوا على النبي. سلام عليكم.